ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لذي الهانتين بكسور دو هذا برنامج القرآن كي الصومالي ذا برنامج كم على بوح كسور دي بندق ناهبوين كقرآن كريم كهب أخرس كقرآن كريم كيبرشة القرآن كريم ك برنامج كنا واحد لسه سعودسين دونا أنا وشافر حسين قوليد إما كنا واحد كسور دوين دونا مركز ك الفوز مامول كمركز ك الفوز عبد الله إبراهيم علي كسور مامول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونوهي ولا الشعفر وحنمها علينا يا دمان بهذا CBA حلاه يسود هذا قام فرق يسود هذا معد الفوز يسود هذا آدي نودي كم هذا علينا يا بوقشدين نوقت مادين وحلاه أهلا وسهلا وضبتم ومشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله تعالى. ونوهي أنا وإني سلامية. ما مله وغرنت وحكم الدين دونا وربحين قبلنا لقسي سو مراحشي وحبرشوا إعد صوم مرتين أنت ذو حبرنيس. أدب تعرفوا ما سنتهاي رنتي قفكو اللي هذا أدو يسكورن ويرها والبطن تهاي. لكن وحاس كده إن شاء الله تعالى مراحشي وحبرشوا إعد صوم مري جارهان برامشكا قرآنكا ورنتي ده أنا هلكنو فديو. أنا أقول مركي وكوبات وجهري وحن قرآن كبرتي مي نلال رنتي آد عجيبة وكدون نلاشن مانتا مجال هذا يو سيستم كان مانتا أنا وحبرين دائرته سيستم كدون أيان وصو برتي مي جا رنتي معلم بقرآن كيدي جاي معلم كيدي الله بركيه معلم حيدين بالورينشري إلى أيام كنا ونولي وحن كجوري يا ماشل إلى دوبلي أنا أوقف أي سنة فرصة دن حن رجيني يا معلم كي عمري دار يا عمل صالح إلهي سبحانه وتعالى هسيه أول قفكي أجهري فربري القرآن كي بلايب وها مية من القرآن كلكتي سيستم كان مية جا الله قلت جا ورنتي وسيستم عجيبه كده وسيستم كان وقت دار بأوبه أنت اللي جوا الرمو المرحلة دي ديكو بدل كسر القرآن كصبرتي كدب أنا جوا القرآن كأقانه لكن أنت جويت كوا قن بإلهي سبحانه وتعالى هرجيسة إكاني هرجيسة مركان إمد مدة شوقي مركز هذانا وحنا لحريري مدارستي حفظ القرآن الكريم كا هرجيسة كتيري مدرسة كمدة أو ليلة هذو أفلح لتحفيظ القرآن الكريم معلن تام مدرسة أي أهيد بفضل الله ومنته ما أنت لكن مؤسسة الأفلح بليلة ذا كل هو مؤسسة آد وعانة ودنا كان إنه كنا والله يجي يسفر سومالي لان مؤسسة سان قرآن كسوبرتي إسرائيلية ذا أيان هذانا مع علم ذا كبلابي وحن حسستا مع علم ذا وحن بلابي اللي بدي يكون يشنتي بشيء اللي بيتبناد باللوجيدي أيان أفلح أنا قرآن كدمي أو أرضية أيان كبلابي مع علم ذا وحان شوقي إلهي سبحانه وتعالى وقال هذا أفلح إنك شقيه ومعلن كأهذا وانكبر برشقيه معلن كهيجي ورنتي ألك أفلح مركان ألك مريه معلمين كلا دوا ما نقولها معلن كقول رئي مركان أفلح معلن يقول نقد واحد اللي هذا معلنوني أي لورنتشري إمك حمر بوريجي ومركز وين وإمام شاطبي اللي هذا كوهيا كدب شيخ خلوا لي شيخ عبد الرحمن شفاع أي قرآن كهلك معلم هذه يقصي بالله معلم كي كوبات شنجس بويدك قرآن كمان شنجس إلا صورة القصص طبنك وحيد لما يستري معلم كله ولي رادو مع عبد الرحمن شفاع حمود هلك وحيد يقصي بالله مدير كمؤسسة أفلح الشيخ أحمد وحيد لما يستري قرآن مركان قرآن لما يسترينا مثل مؤسسة أي وحن كنا قضي معلم وحان كشقين يي أنكه الجل يي ورنتي دعوة ذا يعمل كأم كشري إلا لبدي يكون يشنتي إلا لبدي يكون يتضبي يتبانكي أنت أصلا مؤسسة كشقين معلن كأها إسلحي اللي جاء أنشوتي أيان كسوريجي
عملك القرآن كمان كده بحينه معد الفوز وما أنت أنشوجنه وأن أساسي لابد يكون يتدبي طبعاً كي بشي سجالات سجال كذي أيام فرناي إلا يوم كنا ما أنت معد كنا أنشوجنا سيستم كي القرآن كأن صومر أساسه أنت وحيدر إسلام وأسد أنت أنشوجي إلا سبحانه وتعالى وحيه سورة جلي معلن أنت بدن معلمين أنت مؤسساتس وأه معلن أو قرآن كا هل كي عمر كي نومري نوجسي وده أو سيستم كان إجازة ده أيان كقاعدناي أورنتي أورن كرو آد يآد أيو قيمة بدنا سقروح بدن سبدل أيو قسمي قرآن كي حل جاتشري أو تجدد أيو قسمي معلن كان مع اليوسف اللي ده سنائي مكحمر بوريجي مع دوين بهالك كوايا رواية حفص عن عاصم أيان كقاطي يرنتي علوم كلو فربضان أو أن انت كلي أهين أي نوزي هذه إلهي سبحانه وتعالى معلن كان الله بركة معلمين تيدو كم دي رنتي سيستم كاس أو وحبرشو أو لنا عنا كشقين له أيان كتيرا إلى الآن أنا وحبرشة دي ويسعطا إله عاونا الله كيله عمل كاو وحبرشة دا قرآن كا لنا عنا وان كدقنا لنا عنا وان سيكر لنا أون وحبرشة دي انت ساكو سوكو بله ما مولو حد كلو وربحن نغسيسا سياباها لذوكو أرطيضا وحبرتان أد بد ما حسنتها ولا الله كبركي جعفرو نيو سيستم كا قرآن كا لورد إغو رنتي وا سيستم لحلقه ما هينو أو ما انتا أينو دي أما دولت كا لحلقي أما داد هورا كا لحلقي أن قرآن كا سيستم كا انكو شيغي بلو ويغي أنو انكو سوقاتي ميغا معلمين تاس اجتهاد أيغو الهايين بيكو ديغان ay ku dhigi jireen anaga quraanka nagu soo bareen magaaladii markaan nimidna system kaas oo system ka bedelan oo laakiin boqolkiiba boqol reergiisaba intaan meel kale la gaari Soomaaliland aan isku waafaqsanayn ayaa loo dhiga waa qof iyo dadaalkii iyo qof iyo khibradiisa isagu intuu leeyahay anaga waxaan sameynaa ilmaha dadka aan haynaay waxay u kala duwan yihiin yaani noocyada kala duwan dad waaweyn kuwa ilaaleeg kuwa yar yar arhoor yar yar oo bad intaas isugu jiraan marka ilmaha yar marka nalo keen waxaan ku dadaalaa waqti badan ku bixina sidii uu higaada iyo farbarka uu baran lahaa markuu farbarto oo higaadi ay isugu dhacdo waxaan u bilownaa jiscama kadib waxaan raacnaa inta badan manhajkii wasaaradda awqaafta diinta lahaa system higaadeed system tarbiyo oo aday tahay xadiithii iyo siiradii rasuulka iyo aqeedadii oo bari dhaweey la sameeyay iyo haday tahay tajweed marka dadkii yar yaraa higaadan inta badan awooda saara higaada markay fahmaan waxaan isku daynaa inaan isu raacino quraanka kariimka dhigistiisi iyo maadooyinkii islaamiga ah sida ahadiithii rasuulka sallallahu alayhi wasallam fiqigi siiradii iyagana waan u raacinaa sistemkan u wadna waa sida runtii kulli intaas ku soo koobi lahaa maamulo waxaad kala warbixin naga siisaado maadsan faa'iidooyinka quraanku leeyahay joogtada maadaama uu adigu ku dhex jirto baridii quraanka kariimka wayahay aad baad u mahadsantahay jacfarow niyow quraanka kariimka ah wanaaga uu leeyahay iyo faa'iidada uu leeyahay waxay naga filan waa kalaam rabbil caalamiin inuu hadalki ilaahay yahay ayaa inaga filan waxay naga filan inaynu ogaano weeyo kow قرآنك كريم وحو كسو دقي مكة يا مدينة قارهان مكة أيو بدن يهي وحين نقضين ماشي وكسو دقي الدنيا لبضن ميلود وقو قيمها بضن وفضيق بضن قرآنك وحو كسو دقي ولو سو دقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قوحو نقضي أنبيا دي وفضل بضن هذا ملائكتي إلهي سبحانه وتعالى ملك بكو آميني ملك الجبريل ملائكتي وحون نغضي ملك الجبريل ملك وفضل قبضا هبين بو سودة قرآنكو هبين كاسوا هبين كليلة القدر هبين نذي بو خير بدي بل بو سودة قرآنكو وبش رمضان إنو فودة إنو سعيسة وبش بلها أو خير بدن لا شك وحاء قفكي إلهي سبحانه وتعالى أما هيا راد أما هو ينادي إلهي القرآن كقلبي يسأو قليو قرآنك كو هول قلا بنا آدم كو كخير بدنيا وحانا إنه وفلا حديث رسول صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان باورينيا حول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حأوقفض لبدن بن آدم كإلهي وأبوري قفك قرآن كبرته ذات كان سيبرة. أنا كان إلهي وحوي دي سنة إن إنه كوان قدره مركا قرآنك فائدوه فربدن بله وحيابها إمك إنه واقع إن أنتابن كرو وحكم إذا أنا جا إمك كمسؤول أهان مدرسة ده قعدت قايو عروي رير ذلك دون تام بشرة. أنت عن سكول إيو ميل كله لجين قرآن كالو قدره قرآن كالو جسوه رسي يجو يرير أن تمن تير قارين بقرآن كده مهين. مدة دبسي تجعين أنت قرآن كسوجين مركا قرآن كسوجين بسكول الذي لو قدره ما أنت وإن لا تجعين مدرسة ده إن لا تجعين ممكن نوعها القرآن كمركا مهين سكول هذا لو قدره إيه أرضي دي يجو يرير أول القرآن ما أنت وحاسر رأي كوي مدة أنت القرآن كم مغناين دبلة القرآن لأن محير القرآن دي سكول كوي بوتسيين ما دوين كي وحنا وقتش العين damaan goobaha waxbarasho ee iskuuladeena marka tagtana waxay ku sheegayaan ilmaba ilmaha oo quraanka kaga fiican yahay bu faanka lana kaga fiican yahay faa'iido leeyahay taa ya kamida waxa kamida quraanku faa'iido leeyahay waxa kamida qofku markuu quraanka barto ee ilmo yar yahay hadii isagu markuu quraankii barto waalidkii maalinta qiyaamaha oo shafaaca qaadaya taaj leeyahay taaj alqarb u xiraya aan qiimihi quraanka uu leeyahay mid aynu koobi karno ma aha aad buu balaaran yahay inaan ka taataaban karno maamulaa adoomaad san waxaan ka codsanay inaad quraanka kariimka noogu looqayso jazakallahu khair aan kulay waa iska codkay waa yara weynaadin ku kitab katabe laakiin bal waan isku day insha Allah ta'ala a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء
وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كسر دو برنامج القرآن كي يصوم على ذي التلفزيون كي سي بي اي أذوق بلاوي مجا عاجا دد دي هلك القرآن كم رئيس مجا عيو عبد الله محمد محمود دد ولا بيتمنشر القرآن كنا واحد في السنة صدق جوس نقول لقى القرآن كريم كذا مات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إنه هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. كسر دو برنامج القرآن كي يصوم على ذي تلفزيون كي سي بي اي أذوق بلاوي مجا عاجا دد دي هلك القرآن كم رئيس أنا وحلا توري محمد محمود وحنا كوي تونتير قرآن كنا من حفظ سنة نقول له وقي قرآن كريم كذا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم
وما للظالمين من أنصار لا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا كسو دو برنامج قرآن كي الصومالي دي تلفيشي كسي بي أضوكو بلابي مقعا دادا دي هلك القرآن كمريسو مقعا هو عبد الرحمن عبد الله يوسف وحان اللبي سدحيت ونشرباني قرآن كمان دمي نقول لغة قرآن كريم كادومات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما kusoo barnaamijka quraanka iyo soomaalida ee telefishinka CBA adoo ku bilaabay magacaaga da'deed iyo halka quraanka marayso magacaygu waa Hadiya Xasan Cabdullaahi aan da'deed waa 17 aan waan dhameeyay quraanka noogu luqay quraanka kariimkaado a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين كسودو برنامج القرآن كي يصوم على التلفزيون CBA أذوق بلاوي مجا عاجا دادا ديال القرآن كمرس أكدوي برنامج كم عاجا مختار محمد نوح دادا دوار شيء تمنشير القرآن كم حفتي بقول لقى القرآن كريم كلامات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحبك هذا وهو أديه ميل كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاقة صدر ميل والبا كمامولو أكون كاقة إيكار كاقة بريمير بانك لسو دقمانتا أكو ماري كون هرمري نلو شادة نقالة بريمير ولد